ورجعنا لكم بعد الفاصل والعيد فرحة، وإن شاء الله يا رب دايما تكونوا فرحانين. وآدي البتيفور بتاعنا بعد ما خبزناه وطلع بالشكل ده، احنا مجهزين الشوكولاتة عشان نحشيه سوا، بنعمل كمان طبق بما اننا في العيد، فاحنا مش عايزين نقف في المطبخ كتير، هي حاجة بسيطة بس. هنعمل بقى طبق كده نطلع فيه الحرمان اللي مرينا بيه في رمضان. انتوا عارفين في رمضان في حاجات معينة ما ينفعش ناكلها، الانشوجة، الرنجة، كل الحاجات اللي ملحها عالي، الجبنة التركي، الفلافل، يعني كل الممنوعات هنعملها في العيد بقى وناكلها. فاحنا النهاردة هنعمل طبق سريع وسهل، هنعمل مكرونة بالانشوجة والزيتون، حاجة بسيطة وسهلة ما توقفناش في المطبخ كتير. انا اوريدي سلقت المكرونة سباجيتي مع مية بملح زي ما احنا متعودين، وهنعمل خلطة للمكرونة، واحنا كمان عندنا البتيفور هنحشيه سوا. انا عندي الطاسة بتاعتي هحط فيها زيت زيتون بالشكل ده كده عشان هحمر فيها البصل الاخضر. انا عندي بصل اخضر وعندي ثوم مفروم، دول اول حاجة هضيفهم للخلطة، وعندي شرايح زيتون اسود، وعندنا الانشوجة قطعناها حتت صغيرة، العلبة اللي هي المعلبة او الكان ديت بنصفيها كويس قوي من الزيت بتاعها، وعندي كابري، وعندي فول سوداني او السوداني بمعنى اصح، يعني لازم الطبق يبقى مغذي قوي. هحط البصل الاخضر بالشكل ده كده، احنا مقطعينه شرايح عشان زي ما قلنا وبنقول كل مره لازم الطبق يبقى لايق مع بعضه، يعني سباجيتي شرايح او طويله كده يبقى البصل كمان بنفس الشكل، يبقى شكل الطبق بتاعي حلو. انا حط البصل الاخضر وهو ما بياخدش وقت واحنا عارفين، وهحط معاه فصين ثوم مفرومين وهقلبهم بالشكل ده، خلطه سريعه ما بتاخدش وقت خالص. اقلب كده واحنا عايزين في العيد بقى ننبسط ونقعد مع بعض ونعيد على بعض، وانتوا عارفين بقى في العيد بقى والتليفونات، وطبعا دلوقتي الفيسبوك بقى فكله عايز يعيد على كله، فما عندوش وقت نقف في المطبخ، فنعمل طبق سريع نتغدى بيه ونغدي ولادنا، ويبقى حاجة كان نفسنا فيها وكلناها كده في اول يوم العيد بالشكل ده. انا المكرونة بتتسلق اهي لسه، هنا انا هضيف ايه بقى هنا؟ انا عندي الانشوجة وعندي الزيتون الاسود اللي احنا قلنا شرايح، هقلبها بس كده تقليبة، وهضيف الانشوجة وهضيف شرايح الزيتون الاسود، يعني شوفوا كل الملح اللي احنا كنا محرومين منه وبنتجنبه في رمضان احنا هنحطه في الطبق عشان ايه نشبع الحرمان. هقلب بالشكل ده كده، هي تقليبة بسيطة والريحة حلوة ان شاء الله تعجبكم. يبقى كده بطلنا بقى اكل الثوم، احنا بتبقى طالعين من رمضان زهقانين من كتر اللحمه والفراخ، يعني لان بناكلها بشكل مكثف، حتى السمك من الحاجات اللي بتبقى مظلومه في رمضان. عندي كمان الكابري هضيفه هنا كده حوالي يعني معلقتين، طبعا الطبق ده انا مستحيل هحط له ملح، كفايه قوي كميه الملح اللي موجوده، واقلب بالشكل ده. عايزه اضيف له سائل، السائل اللي انا هضيفه هيبقى عباره عن عصير ليمون كده مش كتير، وعباره عن خل العنب بردك يعني حوالي ربع كوبايه كفايه كده، وهسيبهم شويه سوا عبال ما نحشي بقى شويه ايه البتيفور. اقلب كده هسيبهم لان المكرونه كمان انا هستنى ان هي تستوي عشان نضيفها للطبق بتاعنا. ادي الخلطة بتاعتي، هضيف لها بس الفلفل، رشة فلفل اسود، ملح هي مش محتاجة، هي الملح مركز عندنا بالشكل كده، رشة بسيطة، وهقلب كل الكلام ده.
ريحه جميله جدا. وانتوا عارفين ان الخل يعني هيتبخر بمعنى اصح اهو، ويقل حبه بحبه. ادي الخلطه بتاعتي، انا مش محتاجه تبقى اكتر من كده. انا هطفي شويه النار عليها عبال ما المكرونه تخلص، فاضل لها يعني حاجه بسيطه. مكرونتنا استوت، هنجيب بوله نصفيها عشان هنضيف لها زيت زيتون، وبعد كده نحطها مع الخلطه بتاعتي. اوه على السخونيه، ادي كده. ممكن انا اكتفي بالمكرونه دي، مش لازم كل ده اهو كده. ادي المكرونه بتاعتي، ممكن نرفع ده بقى كده على جنب. نجيب بس ايه زيت زيتون، هنحط لها شويه زيت زيتون. ليه بنحط بقى زيت زيتون؟ عشان ما تلزقش في بعضها وتبقى ليها لمعه كده حلوه. واقلبها تقليبه كده اهو اهي، خليها على جنب شويه عبال ما نحشي شويه البتيفور. هجيب بس جنبي انا طبق التقديم وهجيب سكينه. طبعا حاجة مهمة جدا لازم تعرفوها، ان البتيفور ده ما ينفعش يتحشى الا وهو بارد جدا، لانه طبعا لو اتحشى وهو سخن الشوكولاتة هتسيح. هنحط كده الشوكولاتة بتاعتنا ونجيب واحدة ونحطها نعملها زي الساندويتش كده. وهقول لكم هنعمل حاجه تانية برضو عشان يبقى شكل طبقنا حلو. مهم قوي ان البتيفور ده يبقى بارد واحنا بنحشي عشان الشوكولاته ما تسحش مننا بالشكل ده، ويبقى كمان سواه حلو. يعني بصوا لونه كده حلو جدا، ما يبقاش اغمق من كده عشان يبقى شكله كمان جميل. يعني نراعي كده المنظر، بيبقى حاجه مهمه جدا الشكل ده كده. حاجة سهلة وسريعة وان شاء الله تعجبكم وتفرحكم في العيد بحاجة بسيطة كده ومختلفة كده. لو انتوا عندكم مربى وعايزين تحشوا بالمربى برضو هيبقى طعم جميل. عايزة اقول لكم ان الشوكولاتة دي يعني انا لو عليا يعني ولا نحشي ولا حاجه، بقى نقعد ناكل بقى ايه شوكولاته وبس كده. كل الناس بتحب الشوكولاته سواء كبار صغيرين، الشوكولاته دي شيء اساسي في حياتنا. وكمان بقى الشوكولاته السايحه كمان بيبقى ليها مذاق خاص كده اهو. احط برضو ادي، انا عايزه بس اعمل لكم طبق حلو ويبقى شكله جميل. وولادنا كده لما يعرفوا ان البيتي فور فيه شوكولاته هتلاقيهم ايه رايحين دايركت قبل ما تقعدي، هتلاقي الطبق خلص. ادي كده اهو، هعمل واحده اخيره بالشكل ده ونحط عليها. وادي كده البيتي فور بتاعي. انا عايزه اعمل حاجه اضافه كده، عايزة احط هنا قطعة كده كده. ده حاجة اختيارية، يعني التجميل ده حاجة بتاعتكم انتوا، كل واحد يجمل بالشكل اللي هو يحبه. يعني حاجة بسيطة كده، كل انا بالنسبة لي يعني كل ما في امكانية ان احنا نزود مساحة الشوكولاتة هنزود كده اهو. كده كل البيتي فور اخد الشوكولاته من جوه ومن بره. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب فستق، او عندي لوز، عندي بندق، يبقى حاجه كمان شكل البيتي فور بتاعي حلو اهو كده. حاجه بسيطه، عايزين تحطوا حتى لو حطيتوا زبيب حتى بيبقى شكل حلو ويجذب الولاد بتوعنا. اولا واخيرا احنا بنحاول نعمل كل حاجه عشان خاطر ولادنا.
اخر تاتش عيد اهو كده اهو يحسسنا بالعيد. ادي بتيفور العيد الجامد والسريع. نكمل بقى المكرونه، بس عايزه تاتش الشوكولاته اهو. ادي طبقنا، نولع النار بقى عشان نزود المكرونه بتاعتنا اهي كده. حط بقى المكرونه بتاعتي بالشكل ده كده، واقلبها مع المكونات دي. طبق سريع وسهل، وان شاء الله يبقى يفصل كده شويه رمضان عن العيد، حاجه جميله بالشكل ده كده. خليكم بقى ايه شغالين العيد فرحه طول اليوم. اخر حاجه هضيفها بشرق الليمون، وعندي الريحان المبشور هضيفه كده وبشرق الليمون، ويبقى كده الطبق بتاعي جاهز وخلاص قوي كده. طبعا انا مخليه السوداني كمان في الاخر، هنحطه بس ايه في طبق التقديم. ادي المكرونه جاهزه، نجيب طبق التقديم. اهي بالمكونات، الانشوجة والزيتون الاسود، ريحتها هايلة حلوة قوي، وان شاء الله تعجبكم. تاتش اخراني من السوداني بالشكل ده، و الورقة الخضراء التي لا تفارق اطباقنا بالشكل ده كده. ادي طبق سهل ومميز في العيد وسريع، عشان ما نقفش خالص في العيد ونقعد مع بعض ونتكلم مع بعض ونفرح مع بعض وننفخ البلالين للولاد ونهيص. وعيد سعيد عليكم وعلينا، ويا رب دايما فرحانين، والعيد فرحة واجمل فرحة. هشوفكم بكرة، كل سنة وانتم طيبين.